والإقصاء، ولربما تغلق تصم الآذان عن السماع. أنا حقيقة ما أنا لست لا فقيه، لا انا خليني أكمل. ابو ما كنت بسكر الكتاب، انا اسالك من خلال طيب معايشتك. لحظة خليني بجيب على الكتاب واجيب لك رايي. ايه. حرصت على الا اظهر، وانا لست طبعا كذلك لا فقيه ولا طالب علم، وانما انسان يفكر بحرية على ضوء الوحي الذي يحفظ الانسان من الزيغ والضلال. لم اقدم في الكتاب فتاوى، ولم اقدم ترجيحات، ولم اناقش خلافات اطلاقا، ناقشت الخلاف فقط البشريه حول وجود الله عز وجل وما تفرق. لما تسالني سؤال خارج الكتاب وتقول لي هل لمست، اقول لك ان مسائل التجريم على مر التاريخ تخضع للمحفزات السياسيه والدوافع السياسيه اكثر منها الى المحاسبات العقديه والفكريه. فان شاءوا فمحاكم تفتيش. وإذا لم يشاءوا فحرية الأديان، وعلى هذا فقس، ولا تستثني شيء إطلاقا مما هو دائر في طيب. طيب ممكن نعقب تعقيب أخير وناخذ سؤال أخير. تعقيب، لماذا لا يكون ما تفضل به دكتور محمد مشروع كتاب؟ هذا بالمناسبة الله يعين اللي بيتولاه. لا. لأنه مجرد أنا لمحت في أحد القنوات الفضائية عن هذا الموضوع، يعني ليس فقط جاءت الردود. هشام لماذا لا تعلق الجرس؟ لا انا معلق الجرس اللي يخص ليس كل الاجراس. الاجراس هشام هذا محل نزاع كبير، يعني ما تقدر انت تطلع كتاب في الالحاد وتغمض العين عن هالمشكله. لعل طبعا انت مو مطلوب منك بالعكس. مثل ضرب عبد الله الدور الاخر ينطلق فيه. لعل يكون مشروع كتاب هو حقيقه فكره مشروع. انا اقول الشيء الجميل في هذا الكتاب انه يبتعد من نقاش في هذه الظاهره عن الابعاد الامنيه والجنائيه. لانه هذا يعني اظن الكتاب يتعمق يعني في جزئيات ايمانيه، في ايضا في اشكاليات الالحاد مع الملحدين والقصص التي تم تداولها في الكتاب. ما ادري هو في قصص، لكن لا في شواهد، في استشهادات تاريخيه اعتقد انها ممكن. ناخذ تعليق قرات في تويتر، ما احضر في المقدمه، ان من اسباب تاريخ الكتاب انك كنت في احد الفروع ذكرت هذا المقدمه، فانه يعني هل هؤلاء يدخلون النار؟ نعم. والمسلم فقط هو سيدخل الجنه؟ الان عندنا يعني نظره جديده اللي هي طال عمرك عمر الجميع، اللي هي التشكيك في الاحاديث والاقتصار فقط على القران وما يسمونه القرآنية. والرسول عليه الصلاه والسلام تكلم عن سبحان الله يعني عن امر هذا، يعني يكاد ان يكون احدكم متكع على اريكته يقول ما كان في هذا اخذناه وما في هذا. الان نظره التشكيك في الاحاديث والسنه وكذا، هذا امر. الامر الاخر نظرة نفس الشيء، التشكيك في وجود الله سبحانه وتعالى الآن بدأت تكثر ويكثر الردود عليه. بعضهم يرد من لا شيء أصلا، هو ما حدثت مشكلة. فهل اللي يردون الآن يعني يحدث لك أحيانا شكوك معينة ويرد عليه وهي أصلا ما هي موجودة، هل ينطبق عليك اللي ذكروا أن هذا يعني امرأة ورجل رأى ناس حول عالم قال من هذا؟ قال هذا عنده ألف دليل على وجود الله. نعم. قال لو لم يكن عنده ألف شك لما كان عنده هذا الرازي. اي نعم. هذا ذكر في القصة. اي نعم. فالآن أنا أبغى السؤال المقدم، هل هؤلاء في النار ونحن في الجنة؟ هل وجدت لها إجابة؟ شوف يا أخي، هو قضية ترجع في النهاية إلى حسم مسألة الإيمان بالله عز وجل. إذا الإنسان آمن بالله وبصفاته لأن الله على كل شيء حل كل المشاكل الثانيه. شوف يعني هذه تراها يمكن عباره بسيطه، لكن هي ما هي بسيطه في النهايه. انت علشان تؤمن بما دون ايمانك بوجود الله عز وجل، لازم تحسم ايمانك بوجود الله، اي ايمان اخر قبل حسم الايمان بوجود الله لا قيمه له، ما تقدر. هذا امر. الامر الاخر، القرآنيون هؤلاء. القرآنيون تطرفوا لتشدد بعض المدارس الفقهيه بالتمسك بالاحاديث الضعيفه والموضوعه والمكذوبه. شوف لاحظ المشكلة، لابد يكون عندنا شجاعة بأنه إذا قضى الله ورسوله أمرا ليس لنا الخيرة، سمعنا وأطعنا. القرآن قطعي الثبوت، انتهينا، ما حد يشك فيها الآن، انتهى. السنة فيها الصحيح المتواتر وفيها المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما
ماشي وانت تعرف انه فيها حاجات ضعيفه اعتمد عليها حين من الدهر. ثم بعدين رجعنا للجيل اللي بعد الجيل اللي اعتمد عليها وقلنا له هذا الحديث ثبت لك انه ضعيف. تصور لكنك تخاطب انت اخرين. تصور يا شيخ ابو علي والكلام موصول. تصور انك انت الان لما تقول للمستمع انه والله وجدنا الحديث ضعيف وانت وابوه ماشي عليه حتى مات وهو مشى عليه نص عمره يبي يشك بالحديث الصحيح يمكن بعد كم سنه يبي يقول لي الحديث الصحيح هذا ضعيف اذا علمونا واحنا رايحين. فهذه احد الاسباب لان تعيد الثقه الى الانسان في مرجعيته الدينيه اللي هي الكتاب والسنه احنا ما نختلف عليها. الكتاب انتهينا من السنه يجب ان تكون فعلا محل يعني ارتياح وتسليم استسلام وتسليم. فاذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا الخيار في امرنا سمعنا واطعنا. ما نسب اليه من حقنا ان نوحصه ونتاكد اذا ما هو صحيح ما نبغاه. لما يقول ما نبغاه ما ننكر عليه ما نجي نقلب عليه ما نجي نكتب فيه بيانات لانه هو مو ملزم يؤمن الا برسول الله. ما هو ملزم يؤمن بي انا ولا بك ولا بكلامي وكلامك. لكن انا لما انسب واروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسند متصل صحيح عليه ان يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يثق ويطمئن عليه وطمئنه. اما اني اعمل مثل ما عمل الاخرون اني استغل احترامه للدين وسمعه وطاعته لله عز وجل بان يسيطر عليه من خلالها لامر دنيوي او لامر ايديولوجي وكذا هذا من حقه انه يرفضها. علشان كذا اعتقد ان القرانيين عباره عن ظاهره او يعني نتيجه متطرفه لتمسك بعضنا ببعض الاحاديث الضعيفه ولم نكن لدينا الشجاعه الكافيه ان نقول لهم نعم هذا حديث صحيح لا يسعنا الا التسليم وهذا حديث ضعيف لا نستدل به في احكام. في سؤال عبر السؤال دكتور ايوه شو اللي بيثبت انه معجزات الرسول عليه الصلاه والسلام انها صحيحه؟ هذا علمه او هذا شان عند اهل الحديث بالسند والمتن والروايه والجرح والتعديل وهذا فن لست انا من فرسانه وانما احيل الى من هم يعني المتخصصون. وهذا ابو عبد الله دكتور خالد العجيمي هذا من الاشياء التي حينما تناقش فعلا يرجع الى المتخصص فيها لانه لا يمكن ان يتكلم فيها الا المتخصص في السند والمتن والجرح والتعديل والعلل الى والموقوف والمحدد. ختم بوحده ابو المنذر. المنذر احيا الله دكتور محمد الحريري. محمد الحريري ابتداء انا اعتذر على التاخير عشان الزحمه. كنت من الطلاب كان الدكتور يقول اكيد انك كنت ورشاب. يا ريت تفحص. لا 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 انت متاخرا يقول هذه اعلى طبقه ما شاء الله جو جهاز انا مشان يسمع الكل افضل. تفضل ابو حازم. لا عشان الوقوف فيها انا احسن. تفضل. لا بس شوي تفضل. فبعد الاعتذار عن التاخير يسعدني اني كنت من اوائل من اطلع على الكتاب. اعطني يا دكتور بس قبل ما يكون في الثوب الجديد. اي نعم. انت رايته في المهد قبل ان يكون مكلف. بعد سره الشاهد انا اقول يعني انا اطلعت على الكتاب لما كان في مسوده يعني شبه نهائيه. تراك ما اطلعت على الكتاب فقط اطلعت على الكتاب وقدمته للاخوه فلك انا جواز. ابي منهم نسبه على التسويق انا اللي جبت بس نسبه كمان احنا خايفين من هذه ترى لا لا له 100% من الدعاء هذه كروتها الستير. الشاهد اني انه بالنسبه لي انا اقول الكتاب هذا هو يساعد على تثبيت الايمان عند المتشكك اكثر من قضيه انه يناقش مساله الحال. يعني انا افرق بين اللي متشكك لسبب وبين الملحد وبين الزنديق. اللي عندنا الان في الساحه زندقه مو ملحد يعني ولا تشكيك زندقه. والزندقه هذه ايضا قسمين اما اسبابها سياسيه أو أسبابها نفسية. أنا أتمنى إنه الكتاب هذا يكون تبنى عليه مؤسسة. تبنى عليه مؤسسة، مو مجرد إنه نناقش الفضائيات، لكن تبنى عليه مؤسسة تقوم على إنه نفرق بين، يعني إذا كنا في المخدرات وصلوا أخيراً إن المتعاطي ما مثل المروج والبياع وكذا في المخدرات، أيضاً يجب أن يشوف يعني تشكيك أو كذا. يا أخي كلنا ذلك الرجل لما جلس يقول ليش يحصل هذا في سوريا؟ أما كنت تقول الله عادل، ليش يحصل هذا في سوريا؟
واللي يذبح أقسام كذا وكذا. فهل لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبتنا بإيمان وأننا لا نعلم حكمة لله سبحانه وتعالى أدخل الشرك ويشوف هذا الشرك. يعني شخص ينجو منها وهو قتل وسفك وذبح وكذا ويطلع يعطانا ياشين وأوسمة، وإنسان شيء بسيط وكذا تقدم فجأة يدان ثم يجرم ثم يسجن ثم يقتل. فبالتالي لكنه إذا بنينا عليها مؤسسة واستطعنا نفرق بين إنجاز التأييد اللي استخدمنا قضية التعاطي المخدرات بين المتعاطي والمروج والبائع والمسحر وكذا، أنا أعتقد. لكن لما نقول خلاص مجرد هذا هو نجلد يعني إيش اسمه أصحابنا في تويتر ونحط هاشتاج على طول مجرد، هذا خطير حقيقة. لأن في بعض الناس تبقى اللوثة عنده في الداخل يكتمها لكنها بعد يتعبد فيه، وهو ممكن ينقلها لناس صغار حول أطفال زوجة أبناء. لما يعني نتركها للعلن، خصوصا أنا أقول أفرق بين الشك والإلحاد اللي هو لا ديني، إيديست هذا لا ديني أصلا، يعني هو ما هو قضية إنه يشكك في الإسلام وكذا، وبين الزندقة، والزندقة اللي يمارسها مثلا أيام الشبكة الليبرالية اللي بيش يشتم وكذا لمجرد الشتيمة. أنا أكرهك يا مطوع بشتم دينك وأشتم رسولك لأنه هذا يستفزك، وبين الشخص اللي عنده زندقة لكن ناتجة من خلل نفسي. يلا الله يفتح عليك يا شيخ. بالتعقيب الخير ابو هشام، من عندنا يبدو انه موضوع الجنايه هذا عندنا التعقيب، عندنا الصلاه وعندنا ابراهيم التعقيب عندكم قوانين وين قالها انتزاع 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 اقول ما الزندقه الزندقه اخطر من الالحاد عند الرسا في العهد العباس بالعكس اخطر. لا انت حطيت سهل لا ما سهل لا سهل لا يفرق لا لا ابو حازم يقول نمط في اللي زندق شوي وكان رده فعل حتى زندق التعقيب عندكم بقوه يا شيخ خلاص وين انتهينا من الشيخ احد يقدر يردك دكتور خالد الماجد دكتور خالد بسم الله الرحمن الرحيم انا يعني جزاك الله خير على الدعوه ولكن كان بودي لو اعطيتنا فرصه لقراءه هذا الكتاب هذا امر هذا مسؤوليه تتحمل هذا يدل على ان السياسه الامر الثاني لا لا السياسه يقطع الطريق الامر الثاني شيخ انا بنطق من كلمتك اللي علقت بها انك سلكت سلوك المحارب انا اقول ان الكتاب يخفي الحقيقه او يشي بجهد هائل بني ولكن الصفحه لا تعبر عنه بل هي الحقيقه تجعل بينك وبين من تخاطبهم وتستهدفهم حجاب دون الكتاب بهذه القواطع اللي تضعها انك على حق المبين رؤى تأصيل فيه تفكيك غاية الخطاب انت فقدت هؤلاء اللي تبيهم يقرؤون حتى يعرفوا النتائج اللي توصلت اليها حتى لانك اعطيت النتائج في الصفحه الاولى وهذه ستصرف عنك او ستصرف عن كتاب الشرح اكبر الشرح اللي تستهدفه لان هذا كتاب اشبه بتقرير لا بمناقشه كان المفترض انه يكون فيه محايد ايضا مما قد يلحظ على الكتاب الا اذا احسنت الاجابه عليه وهو لماذا استشهدت بالقران الكريم في كل صفحه من صفحات؟ هل لان القران ناقش هذه الامور بقضايا عقليه و لن اجيب عنك. الامر الاخر هل الشبهات التي او هل وصل الالحاد الى نهايه شبهاته؟ لم يعد هناك أشياء جديدة يأتي بها أهل العصر. وإذا كان هذا فمتى انتهت آخر شبهة للإلحاد؟ طيب ذكرني في هذا المشهد. أول لما تقول إن الكتاب غير ليس محايدا، المفترض أن يكون محايدا حتى يصل، صح؟ أقول لك الآن أنت لما تخاطب فئة أنت بطريق غير مباشر تخاطب الفئة المناوئة لها. لأنك أنت حينما تفكك براهين الخصم وتخاطب الصديق او يعني او فئتك او الجانب اللي انت معه انت في نهايه الامر تكتب رساله للطرفين مو طرف واحد. فطبيعتي كمسلم ان شاء الله مؤمن ايضا كلنا في رايك ان لا اتصنع الحياد الى ما لا نهايه، انا اتنزل شوي لمجرد حتى ننزل عند حجه الخصم لكي نرقى به كما هو معروف من موضوع تعريف التنزل. فانا اتنزل يعني اتظاهر بالحياد وهو يعلم ان لست محايدا ولا ينبغي ان اكون محايدا حتى لو كفر من في الارض كلهم جميعا. هذه بالنسبه لي كانت واضحه في الكتاب. فانا اريد ان اقول مثل ما تفضل الدكتور محمد والدكتور ماجد قبل قليل، انا فعلا اريد اللي عنده شكوك ان اطمئن واقول انك على الحق المبين اطمئن ايضا وبهذاك عرف
اننا ترانا ما وجدنا في صفك شيء يعتد به. هذا جواب السؤال الثاني. لم يوجد شيء عندهم هم بينهم ممكن ان تقول ناحيه علميه او اكاديميه او بحثيه او حتى نقول استفاض عندهم فتعتمد عليه، لا يوجد. البوصله لم تثبت على جهه، وانا هذا اعتبرها نوع من التحدي اللي وصلت اليه، يعني فعلا كنت اظن ان هناك جبهه فكريه تشكل، كنت اظن ان هناك شيء يتكى عليه. وجدت القضيه ان الناس يجيهم واحد مجنون مثل انتوني فلو هذا ياخذهم 80 سنه وهو يعطيهم من الحجج والبراهين ويناقش في المؤتمرات ويؤلف الكتب، ثم في نهايه الامر يهون. السكه غلط. السكه غلط، يرجع ورا يا اخي. فهذه يا اخي خليني اعتز بالقران اللي ذكر، اللي تقول والله القران، اعتز بالقران شوف، واذكر ان هذا ان القران انه خبر ما بيننا وخبر من قبلنا وخبر ما، وانه فعلا ما هو ترى كلام تسويقي ولا تشويقي، لا الكلام فعلا انه في نهايه الامر انا اصل الى الايه. فتلاحظ اني اصل الى الايه من خلال التتبع، ما انا بجيب الايه واشرحها، لا اصل الى من التتبع. وفعلا يا اخي يا اخي يا اخي ترقم لها الانف، يا اخي يقشعر منها الجلد، يا اخي يعني الانسان يقول وليكفر اهل السماوات والارض عندما ارى هذه الحقيقه، انا اذعن واسجد لله واركع لله. فلا شك اني اجيب الايه في مكانها، واعتقد اني اجيب الايه حتى لو لم يقبل بها الاخر، لاني قدمت مقدمات معينه، اذا رفضها هو فلا يهمني قناعته بعدين بعدها. لكن يعني بعطيك مثال بسيط جدا. عصر النبي صلى الله عليه وسلم عصر نقي. جبريل ينزل بالوحي ومحمد صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس، والخطاب القراني يخاطبهم بلغتهم، لم يدخل معهم في الفكر ولا شيء، لانهم يؤمنون بتوحيد الربوبيه ويكفرون بتوحيد الالوهيه كما هو معلوم، ما ناقشهم بالعاد ابدا. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله، بل ايه اخرى يقول يقولون خلقهن العزيز العليم في سوره الزخرف. ما شرط الربوبيه؟ ها؟ لا ها؟ أشركوا بالربوبية، لكنهم آمنوا بوجود الله، ما أنكروا وجود الله عز وجل. تجد الآيات تنزل استعدادا لما سيحدث بعد 200 سنة. شوف، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شوف التنزل الخطاب. هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ما قال والله. شوف الخطاب ده ما كان لقريش ولا كان لعهد الأمويين، كان للعهد العباسي فما بعده إلى اليوم إلى بكرة. فأنا لما أجد مثل هالأشياء العظيمة، شوف لما أشوفها بهالشكل لازم أبرزها يا أخي. أنا يهمني بعد أن الإنسان المؤمن ويقرأ أيضا يعتز بدينه ويعتز بإيمانه ويشعر بأنه في أمان أيضا. وأنا أخاطب هذاك أيضا بعد لا أنسى هذا. ليش؟ لأن هذا الشكوك من وين جيت؟ من هذاك. فهذاك جبت له شواهده من بني جلدته، وصاحبنا حبيبنا جبت من فإنك على الحق المبين. كان بالإمكان أن لا يكون هذا الطمأنينة يأخذها من الصفحة الأولى. كيف؟ من عنوان. والعنوان هو يعني. يا إخوان يا إخوان. إحنا قلنا يا أبو شام. بس بخلص بالعنوان. يا إخوان العنوان، أنت لو تقرأ سورة النمل وتتأملها. كيف بدأت بقصص الأنبياء، ثم جاءت آيات قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم تشجر إله مع الله بل قوم يعلمون. شوف أمن آيات يعني خلص من القصص، ثم جاء يهز وجدان هزة، ثم توجه ليخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فتوكل على الله انك على الحق المبين. رايت ان هذا العنوان مناسب. بس يخاطب من انت يا ابو انت الان المتلقي من لهذا الكتاب؟ هو ما انت ان المتلقي لا يسمع الا فقط خطاب عقلاني بدون القران. هو يقول لك القران الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على من؟ يتلوه على من يشركون بالله لا يؤمنون به ويعطيهم من الايات. فهو هل بالضروره انه ملحد لا يسمع ايات لانه لا يؤمن بالله؟ يعني في النبوه اسمح لي يا اخي حاول فهمكم انا بصححكم على المعلومه. يعني انا سمعت كان الالحاد هو انكار وجود الله فقط، وهذا ليس بصحيح. الالحاد
له وجوه كثيرة وردت في القرآن الكريم. تقول عشان المسلم القرآن الكريم يعني حينما تقول أنه ما بالتوحيد الربوبية لكن إنكار البعث اللي يسمونه الدهريين ما أنكر نعم والردود عليه في القرآن مليانة. هذه كلهم سموا ملحدين. الملحد مو بس إنكار الله بس الذين يطلعون آيات نعم فله وجوه يعني وجوه كثيرة وأنا منها لا أدري ومنهم الدهرية لكن أنا تسمح لي ولا لا بس هذا ما دام وقفت الحين ما تحدث عن الفلاسفة الحين أنا تحدث عن الفلاسفة أيوه في البداية أنا ترى أدرس فلسفة ودرست الكتاب المنقذ من الغزل باللغة الإنجليزية في جامعة سيدني يوم أن كنت هناك ونحن في النقد أول ما نبدأ بالفلاسفة الذين ذكرت لو سقراط وارسطو وافلاطون فانت الحين قلت كلمه ما بيجي زلقه لسان ولا تؤمن كلمه قلت ان هؤلاء الفلاسفه اصلا بداوا يدافعوا عن الدين هذا مو صحيح كلمه كبيره الفلاسفه بداوا ان يدافعوا عن الدين اولا ليس هناك دين ارسطو ولا افلاطون ولا سقراط ما كان في دين اصلا وش الدين موجود؟ لا 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 في دين الآلهة لا لا أبو حاسس معلش ليس معلش أنا مو شرط أن وافقت على هذه ليس في تقريبات فكك معنى كلمة فلسفة كيف جاءت؟ فولو صوفي ها؟ وش دور بيثاغورس؟